جميل خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. جميل يا ليل خليك شاهد من هنا لهناك أحلى مشاهد. حشدنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. كده حب غنى وكده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. زكي ولما أرجل أفراح وعشان ترتاح في عالم صار. أهون إحنا حشدنا الشاشة فرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. كده حب غنى وكده حب مرح كده زي ما تحب أنت تشاهد. ساعة ساعة أنا بتواكن ساعة ساعة أنا بتواكن ساعة ساعة أنا بتواجد ولحظة ما بقدر أفارقي. لعيوني شوق حارقي لعيوني شوق حارقي والدموع داري تغرقي. والدي قال ما يا مرقي خايف النظرات تلحقن وخايف العيلة تعوقن. هني وين تاني بيتلقن وهني وين تاني بيتلقن وليا يحفظنا الخالقين. متلي كم زول مات بشجن زيي كم زول مات بشجن وقبلي ودزو من سجن. يا عيوني يا عيوني لا تسهدين يا عيوني لا تسهدين ولي مشاعرنا لا تزعجين. بخيوط السعد انسجين يمكن التومات يخرجين وفي عذابك يتفرجين. الريل أبوك زيما الريل الريل تكون
يا ليت كل شخص في الهوى مثلي، ويا ليت من مثلي يدوم لعشقه العذر. عشقتها عشقتها والعشق فيك لفارس مسلوب السيف من ضرري، كبيرة الجفنين من مهد بضيضة الطرف عن ستري. الكل يدنو لبقعة فيها قد خطت، كأن خطاها للفردوس تسري. أها بوغوع العين في العين، جميلة حتى لغير ذي نظر، خجولة كريمة الأصل، وكل منا بأصله يدري. سيفية القول في تحدثها، سريعة الإطلال كالفجر. لقد تذوقت طعم الصبر في صبري، وسغتني كؤوس العشق آلاما من الهجر، وسغتني كؤوس العشق آلاما من الهجر. قلت لك يا عباس. نعم. فيش نيا بسينيك ما عليك يا أخي، أدوني صباح عليك الله، ما تزهقيني يا أخي. حسي مالك انت عرفتني دار اقول لك شنو؟ عارف حتقولي الخروف وما ادراك ما الخروف يا اخي، والخروف انا اشتريته وجايبه لك، انتهى الموضوع. هاي هاي خروف شنو؟ اوعى تجيب لي خروف في البيت يملى لي وساخه وزفاره. داري شنو؟ ما داري خروف انا. انا عايزه حاجه كده مختلفه. مختلفه؟ شنو يعني؟ مثلا يعني بسبوسه يعني؟ بسبوسه شنو؟ عايزه لي حاجه كده، حاجه مدهشه. حاجه كده غريبه، يعني ستايل. ستايل؟ انت قال الضحية دي تسريحة مخروف يا اخ. عرفتها الضحية دي ناس امك، هنا فراخ. اضحك 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 زي ما اضحك. ها عاجبك 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 يا معقول يا فراخ 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 يا معقول يا والله يا عطت الحصر والله قالت داني فراخ قالت فراخ يا اخي انا مدهشة والله انا مدهشة والله يا اخي يا اخي انا يا اخي مشيت ما زهقت منها وكرهتني يا اخي مرتك على من الصباح ما رجعت ايوه شفت انا لما جايك جيت ماشي عادي قلت بتلقاني لانه شفتها بس بدك قهوه شي كذا تقول بس كرهتني البيت وكرهتني الحل وكرهتني حتى يا اخي لكن عليك الله عليك الله هي جابت الفكره دي من وين يعني بس جابت الفكره دي من وين يعني انا بس داير اعرف عباس ده ماشي وين ما عارفه يقول لي جيب الخروف اجيب لي الخروف في العربيه القهوة ما في ما قال لي جيب الخروف فلو قال لي جيب الخروف اوعى تنزل لي خروف في البيت ده ها ما تنزل لي خروف هنا يعني ما عندكم ضحيه لا في ضحيه لكن ما هنا ناس ام عباس يعني وديها بيت ناس امه اي طيب ما يقول لي كده عباس ده قالت ستايل ستايل شنو ما اعرف انا ذاته ستايل عادي كده قالت ستايل هاي لكن انا يعني انا يعني الفراخ دي يعني الضحيه لا 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 دي كثيره كثيره يعني معلش ممكن كرامه لا والله كرامه ذاتها ما ممكن والله كرامه ذاتها ما ممكن يعني يعني هسه سمعت لك بزوج قال كرم بفراخ يلا لا يا الله والله بيضحك انا زايغ مني كم شبين يا ربي كم شبين وزاغ مني ربي كم مش أنا سمه عارفني بلحبه كم شبين يا ربي كم مش الجامل عارفني بلحبه كم مش النت عارفني بالحجم كن يا ربي مش بين زايغ مني
والله يا عطر الخروف اشتريته انا ساعتي ما عندي قروش اشتري لها فراخ يا اخي فرختين ما عندي اجيب لها من وين يا اخي اي والله ما انا ما جن هاش تقول لك ستايل اي حاجه تقول لك ستايل انا افتكر ستايل تقول في التلفزيون تقول لك ستايل اي بس كلمه ستايل دي تقول مبرمج عليها يا كرهتني يا اخي صاير عليها ساكه الموضه وكذا قدرت يا اخي قدرت يا اخي لكن مرتك دي بتاعت فضائيات يا اخي فضائيات يا اخي والله دي مجنونه يا اخي صار عليها جند بتاعت غنوات كذا والله شفتها بتتكلم اي حاجه تقول لك افتكر وانني نعم. والستايل ده واللبس بس شاب خاني انا الستايل ده قلت يعني لو قلت لي الجمله ثاني كان بترجحني لكن الستايل دي شفتها بكلامي قال شنو؟ محاسن صاحبتها قالت لي ناس محاسن جابوا خروف وضبحوه وقطعوه وحمروه وجهزوه وجابوا لهم جاهز الخروف جابوا لهم جاهز؟ طيب ما كان يجمعوا كذا كذا معاهم شحوا جنب الباب كذا عشان يقولوا الضحيه كذا ما دي المشكله هنا قالت الدم يعمل لها زفاره قالت طيب بين ضرب لي من تلفون عشان بطاريته نازله شوفوا الناس عطا شفت انا احسن حاجه اقوم امشي امشي ناسومي لا لا ناسومي بتجيني ولا اقول لك امشي الجامع اقضي لا برضه الجامعة بتجي بتجي في الجامعة أنا عارف بتجي ولا النادي النادي بتجي بتجي يعني في النادي خلاص خليك معي هنا ما حد عارفك أخذ أي مكان مشي له ياخذ عندنا الأدار عندنا الأدار شفت الأدار كده عديل كده الأدار كده أقول لك حاجة أكيد دي يا أخي بس قول بسم الله قلت لك أكيد دي أنا عارفها حد عارفك كيف أنا قلت لك عندها شفت كلمة الأدار دي شفت طوالتك أكيد دي حد عارفك كيف إنك أنت معاي تعرف يا أخي بتعرف أيوة تفضل جايين لك تفضل يا أخي ما حد عارفك يا أخي ده بكون زول جايين أنا يا أخي قول بسم الله يا أخي إن شاء الله دقيقة جايين لك يا تفضل جايين عطش زيك أهلا دي انتي؟ كاني ما بلقاك؟ داري شنو؟ جبت الفراخ؟ انا كلمتك وفهمتك، قلت لك اشتريت الخروف. حق فرخة ما عندي، عجبك عجبك، ما عجبك اداري سويه. لا لا اخوانا بالراحة بالهداوة، لا 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 تتحلى تتحلى، ان شاء الله تتحلى، ما وصلت كده يا اخي مدام، انا حقيقة عندي خبرة كده شوية يعني في المزارع والدواجن والحاجات دي، فما عندنا فراخ جاهزة كده، لكن يعني انا ممكن اجيب لكم سواسيو 60 70 30 جوز أي كمية، سواسيو كده تنفع؟ ليه؟ أنا عايز أعمل قاورمة قاورمة؟ ها؟ جديدة، والله جديدة Thank you.
جاته ميمة حزينة توادعه، جاته تجفف دمعه الكبة، جاته توريه إنه حيفضل ريده الخالد مهما غبى، جاته توصيه عشان ما يمشي وما ينساه هناك في طيبة، هدته مصحف شان يرعاه من الهم والخوف والقربة، لبس عهد الريد في جيدة عقد ممهور بصورة الكعبة. قام توادعه زين ويتباكوا، وفات خلاها وحيدة وخبة، سافر شال همه وأحزانه. بعد أيام في المملكة طبة، لاقوا الناس يا زول كيف حالك، وبالأحضان قام سالم وهبة، قالوا شداد ناس أمي وأبويا مشتاقين لك ترجع أوبة، السودان مشتاق لك كله، ضفاف ورمال وسواقي وتربة، حتى النيل مشتاق راقيكة تجي تنهل من مويته العذبة. بعد أيام كان وهبة هناك بين أصحاب وأهل وأحبة، في حضن أمه تطول منه وفي حيشان واسع الرحبة، قالت أم أخوانك كبروا وما فضل لنا زول يتربى، بس فضل لي أشوف جديدك وقت لسه حية وطيبة. اختاروا له بنية سيمين إيحة تشيح حيوية ورونق وهيبة، أديبة وراغية وكلها عفة، وكمان أهل وقراف في الحزبة. يوم العرس الحي صباحي، ناس فرحانة وزي منطبة، وشاق الليل صوت كم زغروتة وحي اسطنبول ودليب الربة. إلا في واحدة حزينة وباكية سيلة دموعها دوام مستقبة، خلف دموعها سؤال بيحير وفي آهات أشواق ملتهبة، قالوا الناس دي دموع الفرحة وغير شنو حيكون السبة. بعد أيام ساق وهب عروسه، ساق وعاد لبلد الغربة، شايلوا حنين لكل أصحابه وأحمد أخوه أشواق ملتهبة. وصل الباب، كورك يا أحمد، فتح أحمد بلهفة ورغبة، شاف قدامه الماء متوقع وهم الكوفة وقراسه مكبة، شاف أحلامه تضيع قدامه بعد ما كانت منه قريبة، شاف السلسل وعهد الريدة نفس السلسل وصورة الكعبة، شاف قدامه وميمة حبيبته كانت غاسية وقاضية الضربة، كانت لحظة طفيت بالدهشة، وشاف الدنيا كأنها كذبة. كرك وميمة 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 كرك وميمة وميمة وصنقة ودنقر ودر وغبة. جن أحمد في نفس اللحظة وجن الريد ما أظن ينطبه، جن الريد ما أظن ينطبه. ترجمة